هدف رقم 78 منذ بدايته مع المنتخب. كورة بالراس وجول، كورة بالراس وأول جول يا ميسي. مرة ثانية حاول يمر ميسي، دخل ميسي، توزيع عرضية خطيرة والدفاع وميسي لو تشيلسي كرته لم تمر، ما زالت الخطورة، ما زال بابا بابا جول بابا 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 يا له من جول. الأخرى ترجع في الوسط ناحية أوريبي لكوادرادو على الجهة اليمنى، كوادرادو والتوزيعة خطيرة بابا 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 جول.